اللي ميته فيه 260، كاين هنا يمين يعني مور هذاك الجبل، كاين يمين تلا خمسة هاد الناس اللي شادوا في الدور، يعني مور داك الجبل، مور داك الجبل كاين دابا هما الطرق، يلا كيصوبوا الطرق حتى الطريق باش شحال ماتهم واحد؟ ها شحال ماتهم واحد؟ كاينه 260، 260 في الدوزر، الخنز الخنز كاين في الدوار. حنا الحمد لله، انا كنقولوا راه الحمد لله وشكرنا، ما عندناش الارواح، ولكن السكنة راه ما بقاش. هذيك السيده شتيها امان الميكاو الخزين، راه الله جو جو اللي ثلاثه على القياط ديال الاخرين جيران، ها القياط ديال الاخرين، راه قيط عند الاخرين. هذا غير الارض ديال واحد السيد لاباس عليه. يعني انت الدار ديالك لهي وراك دروك غير هنا ساكن؟ راه داري. واه دارك هذيك الحمراء؟ واه واخا قلنا لك كاين شقوق ولكن خايف. واه. خايف اخويا ما قدرتش. دابا هنا كتنعسوا هنا؟ هنا النعاس هنا كل جهه الباكتاج ديالنا فين، ومازال اللي شاط ليه راه كاين مسكين، راه كل واحد كيشد له شويه وكيتقسموا مع الاخر، كاين اللي يردم ليه كل شيء. ها القياطن ديال الاخرين، راه دابا يلا السلطه جابت لينا شي قياطن، غادي نبداو دابا نحطوا القياطن. واه ايوا باش نكونوا، ولكن راه هنا هنا تشوف بعيني. دخل غير لحنا، جي جي لها، جي لها، ها جي لها، ها اش بقى لي؟ واش باقي ما يتسكن هنا؟ واش باقي ما يتسكن؟ هذه جي تشوف الدرجه. ها المعلم ما نقولوش حنا راه كنزوقوا في الهضره ولا ها اش غادي يسكن مازال؟ مشى لقيطون، ما كاين ما بقى يسكن حدو، هو كيخطف هنا ويجي. الحاج هذه الدار ديالك ياك؟ الدار ديالي. الدار ديالك؟ واش توقع لنا؟ احكي لنا شويه الحاج. الا تعاود ما من شي هجران ماني خطيت. والو انا نعست وفقني هذيك الهزه. وخرجتوا؟ وخرجتوا خرجتوا خرجتو والبز والولاد وحده ولدها هو ساكن هنا هو اللي جاو نقذوا وخرجوه هو راه انا امها اه هي العربيه هو ما كيتقنش العربيه هذا اللي عندنا هو هذا هنا تحت هنا هذه ما كون طاحوا هذوك هنا ميته هنا فين وقفوا كتسنى الا خرجت غادي يشدها ذاك الشارع شارع اللي ما هو شارع ما والو ها هي مسكينه منين هربت هاك من اللي هي هربت وجات هنا عرفتي هادو هادو ها هما صور هنا فين وقفه السيده كون طاحوا هادو غتشد ولكن الله سبحانه وتعالى حفظها كنت قلت لي بالنسبه للبهايم البهايم ها هما راه الخنزة ها الخنزة واستاذها انت غادي غادي نعاود لك ها هما ها من هنا دابا لزمناهم هنا باش ما يعطيوش الخنز الخنز للناس دابا راه الخنز الا شميتي شويه راه عطيه الريحه من هنا هنا فيه شي بهيمات واحد الحمارة حاش هنا فين التردمات المهم هذا مريب راه الناس كاين اللي تريب ليه كل شيء وكاين اللي بقى ليه شويه كاين اللي عنده الشقاق كاين كل واحد وكيفاش بالنسبه للجرحى كاين الجرحى بالنسبه للجرحى كاين عندنا واحد الربعه ديال الجرحى ولكن ماشي هي الجرحى خفيف الاموات ما عندناش ولكن من ناحيه السكن راه ما بقاش ما كاينش شي واحد الناس اللي عندهم الديور ديال الرومي راه مهددين الانهيار المهم عندهم الشقاق اللي خطيرين اللي ما يقدرش يسكن فيها وداك الشيء الاخر راه بحال هادشي ديال التراب راه كلشي مشى سميتو هاد الدوار هنايا دوار دوار تاتشر دوار تاتشر تابع الجماعه ديال دار الجمال جماعه دار الجمال نطلبوا الله السلامه والعافيه اللهم امين الارواح ما عندناش الحمد لله يا ربي نكونوا واقعيين حمدنا الله وشكرناه من ناحيه الارواح راه ما كاينينش يا واد هو اول شيء كي دابا دابا كتشوف بحال هادي غنقولوا انا نبدا من هادي يا ربي غادي نبدا من هادي غادي نقول ها يعني راه كيبان لك الحيط ولكن ما بقى والو وكيتبان لك صباغه راه ما بقى لا صباغه لا والو المهم راه كاين شقوق اللي صعب بحال هاد السيد هذا خرجناه من وسط الدار غادي تدخل وغادي تشوف هذا ماشي مشكل تقدر تدخل
بغيتي يدخل للدار يدخل المهم هاد الشيء راه مكرفس على الناس ها بحال لا بغيتي كاع تدخل ها حنا غير بغيتي تاكل ها تدخل هاد السيد ها طول المسائل ديالها ما بقاتش عنده شي بلاصه تقريبا يقدر يستقر المهم كاين شي بلايص ما تقدرش كاع تدخل ليهم ولا تقدر تدخل ما عندكش المشكلة انت ها لا انت غوري ليك شي كنا نزعزعوا واه ها شنو نعبد ها بالنسبه للناس البلاصه فين كيطيبوا الكوزينه ديالهم ها هي توري ها هي توريك هي غادي تهضر على راسها هي كتهضر بالشلحه راه داكشي اللي عطى الله هنا فين كطيب راه ما بقى المهم الارواح ما كايناش باه نكونوا صريحين الارواح ما كايناش ولكن من ناحيه السكن راه يعني بالنسبه للناس هنا ضروره في السكن ضروره في السكن السكن الا جات الشتاء الا دخل ليها خطير الا كان هو ما دخلش راه غادي يبقى في الشتاء يعني دابا حاليا علاش حنا كنطلبوا ماشي كاع الضروره الماكله حنا كنطلبوا القياط ولا شي باش الناس ما يدخلوش ولكن الحمد لله السلطه راه تفكرتنا وعطاونا دابا 8 ديال القياطنا راه بدينا كتحسن الوضعيه ديالنا الحمد لله يا ربي الحمد لله ماشي الا جات الشتاء بعدا راه دوك القياطنا راه غادي الناس واخا ما كافينش يعني كيتجمعوا واحد الخمسه ديال العائلات غادي يتجمعوا في قند وحده بعداك كمان ايوا نطلبوا الله السلامه والعافيه وكاينين الجمعيات اللي استافدنا ما كاين الخبز كاين الحليب كاين